السلام عليكم. في الذكرى 12 للثورة السورية المباركة، نجدد العهد والوعد والقسم أن نبقى على طريق الحرية والكرامة الذي ضحى من أجله رفاقنا الشهداء، ونعاهد أهلنا وشعبنا بأن نكون معهم وخلفهم في نضالهم المشروع والمحق لتحقيق الحرية والكرامة وتخليص هذا الوطن من عصابة الأسد المجرمة ومن كل أدوات الظلم والإجرام. ونعاهد أهالي الشهداء ونعاهد المعتقلين والمعتقلات بأن لا نتوانى وأن لا نستكين من أجل تحقيق أهداف الثورة المباركة بإسقاط نظام بشار الأسد.